في مايو اللي فات أعلنت منظمة الصحة العالمية بداية تفشي ما يسمى بجدري القرود، وقالت وقتها إن الجدري اللي بيتفشى في بعض الدول الأفريقية بدأ ينتشر في أكثر من 107 دولة في على مستوى العالم، وقالت وقتها إن سبب انتشار هذا الفيروس هو الاتصال الجنسي والعادات الجنسية الغير قويمة، وبدأت بقى الدول تاخد احتياطاتها. بدأنا نشوف حالات مصابة في كندا، في ألمانيا، في الولايات المتحدة الأمريكية، شفنا في بعض الدول العربية زي الإمارات المتحدة. النهاردة وبشكل بعد يعني بشكل مفاجئ بعد شهور من ما عندناش مفيش اطمنوا احنا عاملين حسابنا الإجراءات الاحترازية والوقائية على المطارات الدنيا زي الفل، النهاردة الصبح بتعلن وزارة الصحة أو يوم الخميس آسف بتعلن وزارة الصحة إيجابية حالة إصابة بفيروس جدري القرود، وقالوا إن الحالة لرجل عمره 39 سنة، وبدأت الدولة تاخد الإجراءات الاحترازية تجاه المخالطين، وتم وضعه في واحدة من المستشفيات، مستشفى حميات العباسية. لكن الجديد في الموضوع إن حسب كلام وزارة الصحة إن هذا الفيروس دايما بيجي لنا من بره، لكن المرة دي الراجل ده من أهالي محافظة الغربية اللي لا عمره ركب طيارة ولا طلع بره البلد، ده حسب أيضا مصدر في وزارة الصحة إن المصاب من الغربية ولم يكن قادما من الخارج، ولكن حصل على الإصابة من داخل البلد. وده بقى خليك كده تفكر، الراجل ده لما المصاب الأولاني قالوا جاي من بره، المصاب الثاني كان مواطن من دولة عربية، بعض المصابين الآخرين كان ليهم احتكاك ببعض المسافرين في الخارج، لكن المواطن بتاع محافظة الغربية اللي ما خرجش بره المحافظة جاله منين الفيروس ده؟ على طول يقولك ان تقريبا حسب ما بيقول بعض الأطباء ان احنا عندنا بؤرة لانتشار هذا الفيروس لا سيما في محافظة الغربية. الصحة حاولت تطمن الناس وقالت ان المصاب محتجز بحميات العباسية يعاني من طفح جلدي بسيط والحالة تحت السيطرة. لكن البعض كان ليهم آراء أخرى، منهم دكتور مصطفى جويش وكيل وزارة الصحة الأسبق، واللي طالب الحكومة ووزارة الصحة بالكشف عن مكان والحالة الوبائية للمصاب، خصوصا وإنه ما خرجش بره البلد. اكتشاف إيجابية حالة إصابة بفيروس جدري القرود في مصر يجعل من الواجب على الحكومة الإعلان عن مصدر العدوى وعن المحافظة التي يوجد بها المصاب حتى يمكن اتخاذ الإجراءات الوقائية ومنع انتشار العدوى في المنطقة. تغريدة تانية أيضا للدكتور مصطفى جويش بيقول أن طالما المصاب لم يخرج خارج البلد إذا هذا يرجح احتمال وجود بؤرة مصابة بالفيروس في محافظة الغربية. هل تتعامل الحكومة بشفافية مع الموضوع المرة دي؟ ولا نفس اللي حصل في بداية فيروس كورونا وحصل بعد كده في بداية المخلاوي التنفسي وحصل لما انتشر بعض الفيروسات وبعض المشاكل في شمال سيناء، بيحصل لما انتشر الأنفلونزا الموسمية قبل كام يوم ما بين الطلبة في المدارس؟ عايزين حد يطلع يقول لنا ازاي اتصاب الراجل ده، الراجل ده لا بيتعامل مع القرود ولا خرج بره البلد ولا سافر واحدة من الدول المنكوبة. عندنا النهاردة بعض الدول بتسجل ما يزيد عن 8000 حالة، الراجل بتاع الغربية جات له الإصابة منين إن لم يكن هناك بؤرة تساعد على انتشار المرض؟ في هذه الحالة حكومة تتحمل المسؤولية لو زاد العدد. البداية كانت عندنا واكتشاف أول حالة كان في سبتمبر الماضي، يوم 7 سبتمبر جدر القرود وصل البلد، وزارة الصحة أعلنت عزل أول حالة وقالوا وقتها إن الحالة عمرها 42 سنة وجاي من أحد الدول الأوروبية وإحنا أبرياء. أما 28 سبتمبر قبل حوالي 21 كانت الحالة الثانية، والصحة قالت وقتها إنه مواطن غير مصري جايلنا من دولة عربية وتم ترحيله بعد اتخاذ الإجراءات المناسبة. في أكتوبر أيضا الصحة أعلنت عن حالات جديدة، حسب هذا الخبر يوم 9 أكتوبر بعد شهر تحديدا الكشف عن حالات جديدة من جدري القرود في مصر، ده حسب ما كشف عمرو أنديل رئيس قطاع الطب الوقائي، وقال إن عدد الحالات في البلد 13 حالة مصابة بالفيروس واثنين فقط مؤكدين و11 حالة غير مؤكدة. معنا فيديو لعمرو أنديل هو بيتكلم عن
قد ايه احنا في امان والبلد لا يمكن ان يتم يعني انتشار هذا الفيروس فيها. نتابع هذا الفيديو. نوع بقى يعني طريقه صحيه وعموميه. احنا من هذا التاريخ حتى الان تم الاشتباه في 13 حاله، تم تاكيد منهم حالتين. الحالتين كان فيهم اول حاله كانت في 1 سبتمبر، وده كان مواطن مصري عنده جنسيه في دوله اوروبيه وده تردد عليها، وده تم اكتشافه في مصر بس هو كان محل العمل التحليل بتاعه بره في الدوله الاخرى. في حاله ثانيه تم اكتشافها في يوم 26 سبتمبر، وده لمواطن من احد الدول العربيه وكان وافد لينا من الخارج. دول هم الحالتين فقط اللي تم اكتشافهم في مصر لمرض جدري القرده. وعاوز بس اقول لحضرتك ان اجمالي حالات مرض جدر القرده على مستوى العالم احنا عندنا 68 الف حاله في العالم كله. اذا 13 حاله على الاقل واجراءات احترازيه والبلد في امان واخدين بالنا والدنيا زي الفل، وتاكيدات من وزاره الصحه ان مصر في امان. مصر في امان، صفر حالات من جدري القرود. ده كان كلام المتحدث باسم وزاره الصحه قبل فتره، لكن النهارده بنكتشف حاله جديده في محافظه الغربيه. هل نعرف ازاي الحالة اصيبت؟ ازاي وصل هذا الفيروس؟ هل الحكومة هتتعامل معانا على اننا بني ادمين من حقنا نعرف، نطلع، نعرف الحقيقة زي ما هي بدون تزييف او تحريف او اخفاء؟ ده اللي هنشوفه خلال الايام القادمة. لكن خلي بالكم على نفسكم، بلاش نختلط باي حد في اماكن مغلقة، بلاش يعني نستعمل الادوات الشخصية للاخرين. خلي بالنا ايضا على اولادنا في المدارس، لا سيما في محافظة الغربية لحين اكتشاف الامر.